سطام بن خالد حفيد المناعير، جده أبوه أهل الفخر والزعام. بين ليلة وضحاها اختفى حساب الأمير السعودي سلطان بن خالد آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي كان ينشط عليه كثيراً ويرفق التغريدات المتعلقة بالكثير من الأحداث، الأمر الذي أثار تفاعلاً. النشطاء تداولوا صوراً لصفحة الأمير سلطان الموثقة بالعلامة الزرقاء من تويتر والتي كان لها نحو 664 ألف متابع، حيث وعند فتح الصفحة تظهر عبارة هذا الحساب غير متوفر، وحاولوا دعم الصفحة مثل هذا المغرد الذي كتب يا أعز الناس خلونا ندعم حساب سمو الأمير سلطان، وقفوا بسبب مواقفه الداعمة للمملكة. CNN بالعربية قالت بدورها إنها تواصلت مع شركة تويتر للحصول على تعليق فيما إذا كان حساب الأمير سلطان قد أوقف من قبل الشركة أو من قبل المستخدم أو إن كانت هناك أسباب أخرى، لكن لم تحصل على إجابة حتى الساعة. وبدأت التساؤلات حول سبب اختفاء أو إخفاء حساب الأمير السعودي، هل هي حملات تبليغ داخلية أم خارجية؟ مثلاً من جمهور الحزب الذي قد تغضبه تغريدات الأمير الأخيرة رداً على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، والتي قال فيها السعودية هي أكثر من عانت من الإرهاب، فكلنا يعلم من وفر ملاذاً آمناً لقيادات القاعدة هي إيران، وسهلت لهم الحركة ووفرت لهم الدعم، أما انتصاراتكم فهي كذبة العصر، انتصاراتكم الوحيدة كانت في نشر الطائفية. وفي هذا السياق رد مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودية على تصريحات نصر الله التي قال فيها إن المملكة بشكل خاص والخليج بشكل عام يتخذ من اللبنانيين رهائن ليهدد بهم الدولة اللبنانية، والمجلس عبارة عن جمعية لبنانية اغترابية معظم أعضائها في السعودية. ما حدا عم يهدد اللبنانية اللي قاعدين بالسعودية وأنا وحدي منهم، ولا مرة إجينا تهديد ولا مرة. CNN أيضاً نشرت نسخة من البيان الذي جاء فيه فتى أمين عام حزب إيران في لبنان بأنه لم يحصل بأن هددت السعودية أو أي من دول الخليج العربي الجاليات اللبنانية بالترحيل، بل على العكس كلما اشتدت الأزمة كانت تسارع إلى طمأنة هذه الجاليات بأنها مرحب بها وهي جزء من النسيج العربي المقيم فيها. وأكد المجلس أنه حتى اللبنانيين الذين لا يزالون في لبنان تواقين للهجرة إلى دول الخليج ولا سيما السعودية بسبب ما وصفه بتلطي المفسدين تحت عباءة حزب إيران في لبنان والوصول إلى الدرك المفجع.